انا من الناس اللي زرعت زراعات ممنوعه وتعرضت للحجز من الدوله نتيجه الزراعات الممنوعه تبعولي. فت على الحبس وقعدت 6 شهور. فبس طلعت من الحبس ففكرت انه ما بقدر انا كفي بهالطريقه ونزرع زراعات ممنوعه، وزراعات ممنوعه كمان بتخليك تعيش حياه صعبه، بتضلك قلقان، بتضلك خايف، بتضلك ما في سلام بنفسك. فسمعت انه في شيء هو من قديم وجاي، منطقتنا هاي الضايعه مشهوره بالكروم بال99، في ناس كانوا عم بيحكوا عن مشروع لزراعة نصوب كروم خصوصي بالنبيد. فكتير تلقفت الفكرة دغري وبلشنا بكميات قليلة، وبس بعد 2 3 سنين لقينا الأمور انه عم تمشي، صرنا نزيد الكميات المزروعة وماشي الحال.